وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من الرياض الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور غنام المريخي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا أستاذة مريم. نعم، طبعا جهود لا ينكرها إلا حاقد أو جاحد لحجم الجهود السعودية في الأماكن المقدسة. أعود وأطرح عليك ذات السؤال الذي بدأت به مع السيد فؤاد، ما هو تعليقكم على طلب الدوحة الخبيث بتدويل هذه الأماكن؟ والله تعليق أبدأ بالمثل العربي، هذه شنشنة أعرفها من أخزم، يعني هذه دعوات قديمة إيرانية صفوية، لكن اليوم للأسف بصبغة قطرية. نعم. دعوات إيرانية قديمة منذ الثمانينات، واليوم للأسف السقوط الأخلاقي لسياسة قطر والتي جعلتهم العوبة في يد ملال إيران لإعادة هذه الأسطوانة المشروخة التي تحدث عنها الشيخ خالد بن أحمد. نعم. وزير خارجية البحرين، لأن هذه المطالبات بتدويل الحرمين لا يفتح باب النقاش لهم، بل يكشف ما وصفه بالسقوط الأخلاقي للنظام القطري. يعني ماذا جنى الحرمين الشريفين من دعوات إيران وشعاراتها الزائفة طوال الأعوام من بداية الثمانينات، من عام 82 و83 حتى عام 86 بتهريب المتفجرات، حوالي 51 كيلوغرام من المتفجرات، وبعدها الأحداث في عام 87 الدامية التي أودت بأرواح حوالي 400 من حجاج بيت الله الحرام، ثم أحداث عام 89 وعام 90 إلى آخره. يعني ترديد شعارات زائفة تهدف إلى تكدير صفو الحج، مضايقة الحجاج، هل هذا ما يسعى إليه النظام القطري؟ ماذا ننتظر؟ ننتظر رفع شعارات إيران وحزب الله، شعارات الحوثي القدر، هذه الشعارات التي يقتل تحت ظلالها أخواننا في العراق وفي سوريا وفي اليمن. نعم. ماذا يريدون بالتالي من هذه العودة لهذه الأسطوانة المشروخة، إلا هي نتيجة إحساس نظام قطر باحتراق كل الأوراق لديه وانكعاب المواطنين في الداخل نتيجة سياساته في قطع صلات قطر بمحيطها الخليجي والعربي. هذه المطالبة حقد مغلفة بغطاء دين للأسف. نعم، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان قد أكد في تصريحات سابقة أن أي طلب لتدويل الأماكن المقدسة هو بمثابة عدوان على المملكة العربية السعودية، بل وقال أنها تصل إلى حد إعلان الحرب. إلى أي حد تتجاوز الدوحة اليوم الحدود بهذا الطلب؟ الدوحة تجاوزت الخط الأحمر عندما تطالب بتدويل قطعة من أراضي المملكة العربية السعودية، بل أراضي مقدسة. نعم. تديرها السعودية، طبعا تحظى الإدارة السعودية للحرمين الشريفين بالفعل بإشادات دولية في العالم الإسلامي وخارجه، لسنا محتاجين لإشادة من دولة قطر أو إيران الصفوية. هذه الدعوات تصدر عن هيئة دولية مزعومة غير معروفة تروج لها قطر خلال الأسابيع الماضية. خادم الحرمين الشريفين، الملك يحمل لقب خادم الحرمين الشريفين، ولترتبط خدمة الحجاج بتراث ضارب بالقدم. لا يعتقد النظام القطري أن السعودية ستتنازل عن شيء من سيادتها على الأراضي، هذا خط أحمر. نعم. هذا كما قلت وذكر معالي الأستاذ عادل الجبير وزير الخارجية أنه بمثابة إعلان حرب على المملكة، وينبغي على النظام القطري ألا يلعب مع الكبار بمثل هذا الكلام. نعم، من الرياض الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور غنام المريخي، شكرا جزيلا لك.